بتمنى لهم انه ينتبهوا على حالهم، لانه هي قصه كثير خطره هيدي، وكثير بحبها انا، بحب اجربها، بس كثير ينتبهوا على حالهم، هي اهم شيء، لان سلامتهم كمان بتهمنا. وكلمه اخيره انه بقولها انه الله يوفقهم والرب يكون معهم. بس انا بايدهم كثير وبحبهم هالجروب الحلو، بحبه كثير وبتمنى لهم يعطون الخير والسلام الامين لهم. وما بفضل شو هوليك الاب ابي، ما بحبهم ابدا يعني، نو واي معهم، بس هولي توب. الفكره انه كل اللي بتمنى لكم اياه انه تعلكم سيفتي دايما، وانه اللي بتعملوه شيء غير الشباب الوزوزه يعني، هذوليك جماعه اب اب وكذا، وبلاس انه انتم شوي اذا بدكم شوي كلاس اكثر منهم. ونصيحة لكم انه التزموا بقانون السير الجديد، منيح لكم ولنا كمان. In Italia ci sono molti di questi raduni moto, sono normali, sono all'ordine del giorno, anzi sono ben visti dalle persone, tutti li amano seguirli, perché hanno, molte volte si pensa che abbiano delle regole di vita sregolati, invece no, hanno un loro codice, un loro ordine molto preciso e ordinato, che è importante insomma. أكيد حكيت بالتلياني، بس حبيت أقول كلمتين. أنه بإيطاليا كتير وجودهم موجود يعني، وتقريبا أسبوعيا موجودين، وفي جمعيات كتير كبيرة، في كتير عالم بيفكروا عنهم أنه طريقة حياتهم طريقة مش مزبوطة، بس برهني العكس، أنه أحسن حياة وعندهم راكل يعني لإلهم، وكتير العالم بتحبهم وعم تقيرهم عن يوم عن يوم، كل يوم عم يكتروا يعني، بلشين بالحياة بلش 4-5 عم ينتهيوا بميات. هدف الجروب تبعنا انه نطلع على مناطق لبنانية كلياتها، وهلا فيري سون عم نطلع اوفرسيز يعني تركيا، مالطا، مصر، وان شاء الله بدنا نعمل تورات على اوروبا، نطلع على طريق العبارات. وهدف الفريق بيهدف انه شيء رياضي شبابي، نحن هدفنا نجمع الشباب لحتى نتعرف على بعض، نوعيهم اكثر بخصوص السلامة العامة، بخصوص كيف لازم يمشوا على الموتو رايد، وبنفس الوقت نتعرف على الشباب الطيبة ونتعرف على مناطق جديدة بلبنان، ومناطق كتير بعيدة، ومرات في مناطق الواحد ما بيكون بيعرفها ومش سامع فيها كمان بتعرف عليها. نحن نظامية، كل شيء ليجل، كل شيء قانوني،
كل شيء بعيد عن الطائفية وعن السياسة وعن كل شيء مشاكل بهالدنيا وبهالبلد.